لكن اللي احنا بنشوفه خلال هذه الفتره الحقيقه لا يسر عدو ولا حبيب، زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله في الجزء الثاني مع اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار هيكون عندنا كلام مهم جدا في هذه القضيه اللي انا بعتبرها وهفضل اتكلم فيها كل يوم لو قدرت، كل يوم، لانه مش من المستحب ان انا اتكلم. مش انا، الناس اللي بتتكلم في هذا الامر ما ينفعش تتكلم في كده، عيب. لان لو جبت اولا ما عندكش دلائل، ما عندكش براهين، ما عندكش اي حاجه، كلهم ناس محترمه. واحمد سامي ده يتقال عليه غير ان هو ايه، غير ان هو محترم. عماد النحاس، محمد عبد الجليل، ازاي يتقال على الناس دي ما حدث خلال الفتره السابقه؟